تعقد في العاصمة البريطانية لندن أول قمة استثمارية بريطانية أفريقية بمشاركة زعماء 21 دولة أفريقية، قمة تسبق خروج المملكة المتحدة المزمع من الاتحاد الأوروبي نهاية هذا الشهر. نريد بناء مستقبل جديد لدولة تتمتع بآفاق تجارية مفتوحة مع العالم، وهو أمر سنبدأه في 31 من هذا الشهر، إذ نعمل على تكثيف وتوسيع هذا النوع من التجارة. إفريقيا هي المستقبل، وبريطانيا اختارت أن تلعب دورا إيجابيا في صنع المستقبل، وجامعاتنا ستساعد الشباب وستوفر تعليما جيدا في الصومال وساحل العاج، وسنقدم المساعدة للأفارقة لتحقيق الازدهار في المستقبل بالقارة الإفريقية. وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في أفريقيا وتعزيزها، فضلا عن رفع معدلات الاستثمار البريطاني. ومن المقرر أن يتم الإعلان خلالها عن صفقات استثمارية جديدة بين مصر والمملكة المتحدة في قطاعات استراتيجية، من بينها الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والتصنيع. ونجتمع اليوم في ظل أوضاع دولية تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار، وتزايد وتيرة الصراعات المسلحة، وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على القارتين الإفريقية والأوروبية. وتمهد قمة لندن الطريق أمام حشد استثمارات كبرى، سواء المستدام منها أو الجديد، لخلق وتعزيز المنفعة المشتركة من خلال شراكات جديدة بين بريطانيا وبين دول القارة الأفريقية.